بتهيألي مش ما كانش لها علاقة بالسن اكسبوجر، كان لها سن اكسبوجر وكانت كيراتوزيس، كان اسمها اكتينيك كيراتوزيس. اكتينيك كيراتوزيس، ايوه حاجات الصن دي ممكن في تلاقيها في اسمها اترانك في اي مكان. ليها في التمبل، تبقى سكيلي كده، تبقى لونها محمر أو بني كده شوية، ولا سكيلي كده. صورتي لوبس لوبس صح اللي كان فيه. طب مين يكمل؟ What is the most likely diagnosis من دول؟ هل هو ديسكويد لوبس، كويس لوبس؟ ليه؟ ليه ديسكويد؟ ما هي الصورة دي مرت علينا قبل كده صح؟ لو شفناها في ال... لازم نبقى عارفين ليه طيب؟ طيب شوفني. طيب ديسكويد لوبس هنا بيقول لك كراش على الباك و الفيس نيك والفور ارم هيستوري اوف بالمونري تيبركلوزز لما كان صغير، بات نو اذر ميديكال هيستوري اوف نوت. ذا لاست ويك هي هاز فيلت ني اند هاند ستيف بينفول، يعني ماشي مع اللوبس. عندي جوينت وراش، فهي لوبس قصدك يعني. ديسكويد لوبس السيناريو ما أعرفه صراحة، بس بس هو شكل، لوبس، بس الشكل مر عليا. لا لوبس يساوي جوينت زائد سكن راش. عنده جوينت سكن راش يبقى لوبس، خصوصا لو في مين في هنا مش عارف فرق 35 متر فارمر اكتر، الافرو كاريبيان يبقى اكتر واكتر. طيب كرونيك سكارينج فوتو سنسيتيف درماتوزز اب تو 28% من البيشن ويز سيستميك لوبوس، ديفلوب سيستميك لوبوس اريثروماتوزز. ديسكويد لوبوس اريثروماتوزز قصده هنا، ميبي ليتر هيقلب سيستميك لوبوس. الديسكويد كان اوكير از ا فيتشر اوف سيستميك لوبوس. ديسكويد لوبوس اريثروماتوزز يوجوالي بريزنت وذاوت سيجنيفيكانت سيستميك فيتشرز، فايندينج ار تيبيكالي اوف Erythematous scaly plaque on the sun exposed area, particularly facial scalp lesion heal with the scarring can result in significant alopecia للسكالب. قلنا ما دي من ضمن الحاجات اللي بتعمل destructive alopecia. طيب this pigmentation can be prominent especially in darker skin type. بس this pigmentation طيب بروريتس و ستينينج سنسيشن ديجنوز كونفيرم بالستين بيوبسي. طيب and very potent topical corticosteroid اللي هو قلنا كولبيتازول agent. طيب سؤال تاني أنا ممكن أقرأ شوية. ماشي اتفضلي يا دكتور. What is the best initial management for relief of his symptoms؟ هو دلوقتي جاي ب intensely itchy rash over both elbows، ده dermatitis 34. He denies any significant post medical history but admits to drinking two pints larger on a daily، يعني alcoholic برضه، on daily basis. الريليف دابسون دابتون دابسون والجلوتين فري دايت. تمام. دي جاية فين؟ الرجل صح؟ شكلها له دوزن، شكلها كده دوزز اون هي سركيدوزس.
تمام يبقى تايرويدوزيس. طب نشوف السؤال ايه. عايز ايه بالظبط؟ بريدنسلو مش سينو والله. ساركيدوزيس يبقى بريدنسلو. طيب هو most likely medication recommended by the dermatological department هو ايه اللي حصل؟ هو ايه اللي بيعمل patient؟ الدراج اللي بتعمل اللي هي سلفانامايد ولا كومبليكيشن هو ولا كيف؟ هو عايز دراج؟ هو تقريبا دراج كومنت باي درماتولوجي يعني لو هو عايز كانت ريمبر النيم وهو يعني دراج انديوست بتاع الريتيمينيدوزا السلفانومايد قلنا ومعاه كان مين معاه؟ هو قصده ايه؟ هو الدراجز؟ الدراجز؟ دابسون هما دول كلهم خيارات بوتاسيوم ايودين اعتقد النون ستيرويد البكر صح؟ ستيرويد يعني اسبرين يعني مثلا؟ اسبرين يعني؟ ده لو هو لا ده هو بيسأل على التريتمنت. لا هو عايز تريتمنت. الكولتشيسين يوزد فور تريتمنت اوف ارسيمال دوزم وير ات از بارتيكولارلي بينفول او disfiguring. It is the only one of the options to cause significant. لا احنا ممكن يعني المفروض نقرا السيناريو. هو اداله علاج عشان يعالج الارسيمال دوزم فجاله دايريا. يبقى ايه هو بيسأل على الكولتشيسين صح كده؟ بقى كل شيء تمام. هو قال ان هي ساركيدوزس وجايب دايريا والدرماتولوجي اداله دواء. تمام يبقى نعرف ان كل شيء بيستخدم في علاج الارسيمينوجوز. السايد افكت بتاعه طبعا مشهور جدا رودير. اذا وضحت الصوره فعلا استعجلنا شويه بس. What would be the most appropriate clinical investigation if any to perform in order to aid the diagnosis. تمام 27 year old man جاي للجي بي عنده ريش في الجروين. تمام He has recently returned from a long trip overseas. He has been treated for this rash by cream given to him by pharmacist. The patient thought it was an allergic reaction and so had asked for an appropriate cream. However, application of this cream had only made the rash worse. The patient reported that the rash has been quite itchy from the start. On examination, the rash has a scaly raised sharp red border and spreads asymmetrically down the inner aspect of the size, but does not involve the scrotum, where rash slightly raised and clearer centrally. Tinea corporis. تانية رزمة رزمة ولا اسمها ايه بتيجي في المنطقة دي ولا اعتقد ان هي رقم ليلي بدن اتشنج صحيبة بدن اتشنج اتشنج صح اتشنج هي اتشنج وهي بيل في السنتر طيب يبقى بتهيألي رابع واحدة دي اعتقد لان هي ورستن برضو بالستروي بالظبط كده تينيا كروريس also known as ringworm of the groin تمام وده dermatophyte infection transmitted by direct contact بين infected individuals and indirect contact with contaminated object تمام الaffected area is sharply demarcated and has a scaly raised red border
that spread down the inner soils from the groin in symmetrical fashion. But asymmetrical involvement. والـ scrotum is usually spared. تمام. Microscopic examination بالKOH للـ scraping هنلاقي فيه branch-like structure of the fungus. تمام؟ اوكي. What is the most likely diagnosis? الجي بي referred the 19 year old man. The patient use of English is limited and no obvious medical history is elicited from the patient. The patient is on no medication. The patient appears to be developmentally normal. On examination, the patient is known to be fair skinned with white hair, white eyelashes, and both irises have pink hue. البنزم ده ما هو جايب تايبس بقى جايب انواعه بقى طيب وين اوكيلوكوتينيا اوكيلوكوتينيوس اللي هو اوكيلوكوتينيوس هو جاي السكن تاني طيب مثلا طيب وين طيب مش عارف ماليش حظ في الديرما حتى باي شانس خالص absence أو complete absence of melanin في الهير والسكن والاي يبقى ده type 1 اللي هو complete absence تمام في photophobia و loss of visual acuity و nystagmus طب نشوف اللي هو type 3 كولر ده اظن بس جاي في العين pigmentation hypopigmentation يعني مش complete absence صح؟ صحيح يعني مش هيقول لي white hair طيب type 3 ده reddish hair و blue gray eyes بركاني ده طيب الاكل دي تبقى ايه hypopigmentation disorder ده هو دي يعتبر حاجة ايه هو كده الأوربانيزم مش بس كلها تبع سندروم تاني طيب 1 ده اللي بياخد كل حاجة طيب 3 ده اللي هو ريدش هير وبلو وجري ايز ماشي الفينال كيتونيوريا كان عينه ايه؟ كان فيه بيبقى عين بيشنت هير Your skin. هو هي برضه related لموضوع الميلانين ده الفنال كتنور ده الباسوي بتاعها فيه حاجة في الميلانين في الميلانين عشان كده برضه بيدي fair skin fair hair skin أعتقد إن البيشنت ده اللي كان بيجي بموسي أودر اللي هو ريحة الفران فنال كتنوريز what would be the most likely diagnosis? Examination of the patient hand shows several skin colored exophytic nodules that are not inflamed. There is minimal scaling but the lesion tend to be found on adjacent skin surface. طب نشوف هو 35 year old man جاي للجي بي with several small spots on his right hand. He says these spots have been present for several months and have increased in number. He assures that there was only one at the very start, but the adjacent fingers became involved with time. He is otherwise fit and well. And is not on any medication. Yeah, itchy. Several skin colored exophytic nodule. Exophytic, ده يبقى بابلوما حاجة ورطي يعني صح؟
زوفيتك يمكن البومبو في فيلوكس إكزيما دي كانت بتبقى اتشنج وبتبقى عند الصوابع هي سمول سبوت بتبقى صغيرة. هو جايب برضو ان هي ابتدت بحاجة واحدة بس صح؟ وبعدين هي كانت واحدة بس في الأول. طب هي جايله فين؟ بتقول بيقول فين؟ The adjacent fingers؟ هي بدأت بواحدة بس بدأت تنتقل للأجسنت. هي ممكن مورت يومان بابلوما الهيومن بابلوما فيروس 2 دي اللي هي الايه كيسنج وورتس تمام. الفيروس is spread by direct or indirect contact and can resist desiccation or freezing prolonged storage outside the host cells. هو كاتب بس ان هي اكزوفيتك يعني اللي هي تحس ان هي الوصف تحس ان هو وورتي كده اكزوفيتك يبقى زي اكزوفيتك مشرشرة صح كده. الموضوع بقى ان هي بتتنقل يعني بالكونتاكت بالظبط كانت واحدة only one وبعدين بدأت تسبريد للأجيسنت فينجر. الجسم فين كان دي بتاعت الورس فعلا اليوم ما بيقول فيروس تمام. What is the most likely diagnosis? 19 year old woman جال الجي بي about the appearance of the skin around her left eye. She reports having had some pain around her eye 3 days ago, but since then she couldn't see any abnormalities. She didn't do anything about it. However, over the last 3 days, some itchy spots have begun appearing in the same area. On examination, left eyelid show erythematous skin with papular lesion and vesicle, which are weeping. ده هيربس أعتقد. والأيبول itself is white and does not appear to be involved. No proptosis is identified until eye movement are found to be equal in both eyes. والبيشنت فيت وما فيش أي حاجة. ممكن يبقى هيربس زوستر أو كده. هيربس سيمبلكس. سيمبلكس. وكاتب إن هي فيها فيزيكال وويبينج. بالظبط. طيب وين؟ أوروفيشيال. إيه معناها الويبينج؟ يعني فيها سائل يعني بتنزل ب دم سوائل. تمام. What is the most likely diagnosis? تمام. شكل هذا في البريم ميل abnormal and multiple hamartoma polyps. في long history of anemia, denied the hematemesis أو ملينا. في intussusception. تمام. وأبر جي أي كان نورمال تمام. لور ابدومينال بيبسي ار نورمال وهو بياخد ايرن تابلتس دي اللي هي اعتقد البيت جوكر دي ايه فيها سبوتس جايه في البق الميكوز وفي الفينجر صح هي البيت جيجرز سندروم. اخيرا سؤال عدل. What is the most appropriate treatment? تمام. ال AMA positive. primary biliary cirrhosis. ممكن دريال. هو جايب اتشينج وعندها ايه؟
اتشين. اه هي وومن و اتش ريش وفي زنس لازمة. اوتوميون ديزيز برضو سيرودكتومي هي مش ايه. برايمري بيرس سيروس يوردكس كوليك. اه هي الشكوى بتاعتها ايه جاية بالكل الاتشينج اهم حاجة. هو اللي يوردكس كوليك. يوردكس او كولسترامين. بيقول هي برايم بلير ذا ايفيدنس اوف درماتيتس ريبيتي فورم. تمام صح بيردوكسي كوليك صح. دايجنوزز من واحد وتلاتين year old woman جاية بهيستوري اوف بيري اوربيتال اكزيما بريزنت للجي بي كومبلينج اوف ريش ان هير رايت شيك ذا ريش هاز بين بريزنت فور اباوت ا ويك بات بيجان از سمول بليستر ويتش سبسيكونتلي ربشرد. البيشنت هاد صوت ات هاد بين انسكت بايت. المهم ان هي ايه بيرنينج واتشنج هيربيسايدر. زستر طب نشوف بس الاكزامينشن. الاكزامينشن في ويبنج اريا ميجرنج 4 سم اكروس رايت شيك وذ جولدن كروسد ايدجز. اعتقد جولدن بتايجو بالظبط بيتيجو ولا اسمه جولدن صح. طيب جولدن كروسد What is the most likely diagnosis? دول. طيب نشوف السؤال. هو بيقول on examination the patient mouse في localized oblique elevated plaques with an irregular outline is seen في البقة الميكوزا. There appears to be ulceration on the base of one of these areas. The teeth appear healthy with general examination normal. هو ممكن يبقى لايكن في وايت بيتش اون هيز تونج هون كليننج هيز ماوس نوت دو سلوتش يبقى هيربليكي ريكوبليكي صح هو ده اللي ما نقدرش. What is the most likely diagnosis of this case? ماشي 35 year old woman جاي للجي بي عندها history of unusual looking excoriated markers on her shins. Lesion appears suddenly, were clearly demarcated from the surrounding normal skin and had geometric pattern. Her family had urged her to seek medical input regarding the lesion. However, the patient herself hadn't noticed them before and reported them as being asymptomatic. The patient unemployed and lives alone. She always at home, does not seem to socialize and appears to have a very few friends. متجاوبيش يا دكتور من ايه ده؟ ايه رأيكم؟ examination بس مرة تانية. It's created once suddenly ظهرت فجأة وال surrounding normal شكلها geometric family أكبرت البنت وهي البنت asymptomatic فاين asymptomatic يعني ما فيهاش اتشي ولا حاجة صح؟ لا لا هي المقصود بالجملة دي إن هي انت شايفة حاجة والعيان مش متفاعل معاها كأنه حاجة عادية ولا أي حاجة. ارتفكت متهيألي ايه رأيكم؟ اوه اجاوب سؤال وابقى فاهمه. طب نشوفها. The condition where the skin lesions are self-inflicted and tend to be on exposed skin as it is readily accessible to the patient's hand. So it may be due to an underlying psychological problem.
a form of emotional release from the stressful situation أو attention seeking behavior. تمام. Lesion tend to have unusual shapes and a linear geometric pattern. وهيبقى well demarcated and of sudden onset. Different methods may be used to injure skin, the nails, caustic soda with cigarettes. دايم بيعور نفسه إذا عنده behavioral أو disorder أو كان psychological impact وإنده وبرضه كانت associated قوي مع اللي هم ال eating disorder. وبيبقى إيه يعني هو اللي بيعملها بنفسه بضوافره أو بأي حاجة تانية وبيبقى يعني عادي بالنسبة له. تبقى في أماكن accessible بالنسبة له يعني. What is the most likely diagnosis? نشوف طيب 18-year-old woman جال جي بي complaining of itchy rash over her back and abdomen that has been present for about 4 days. She recalls that about 2 weeks previously she had noticed oval pink area about 2 cm till her root. تمام. Rhesus rosea. Herlet batch. Herlet batch بتيجي مع الايه؟ بتريزس روزية دي. بتريزس روزية؟ اعتقد كده. الروزية اللي مع البنكتيت الثانية بيقارنون ببعض دايما. بالجتيت سرويس. تمام. الروزية دي اللي فيها الهيرلت باتش. وبتبقى على الترنك والباك برضو. والراش بيبقى سيمتريكال. تمام. اللي هي زي الكريسماس تري باترن دي. ايوه زي فاير تري باترن الفير تري كريسماس تري. تمام. What is one feature that will most affect his prognosis? 53-year-old Caucasian man previously lived in Australia, refilled the dermatology malignant. with large malignant. ايه اكتر حاجة؟ الدبس دبس والثيكنس يعني thickness of the melanoma at excision. والدبس هي اللي تمشي مع الثيكنس. What is the most likely diagnosis? تمام. 80-year-old woman جال الدرماتولوجي increasing itch. The itch can be severe, become worse at night. There's no barrier history of skin problem. تمام. في erysematous papule over her wrist or hand. لا. She has recently been treated with amoxicillin. Amoxicillin. مش تايم بره ولا ايه؟ دراج رياكشن بقى. هو ده مكتسلم. دراج رياكشن. صح. بنتراجع عندي. لا هي سكيبس. عارف ليه بتزيد في بالليل؟ فين بالليل؟ هو حاول هو مش حاول هو فعلا خطانا يعني هي السكيبس. في الايدين صح زي ما هو قايل. يعني هو الدياجنوستس كان غلط هو اداله انتي بيوتيك. She has recently been. لا لا لا. دي كدستراكتور. دستراكتور بالظبط وعايز اقول لك ان دي يعني ايه درس يعني ولا حاجه. تمام. هي في نيرسينج هوم برضو. تمام. والاتش بيزيد.
دي دي في تيك بايت دي اللي هي المايجرينز، في كومبلينز اوف ايكينج ني جوينت، و ات ليست تو تيك بايتس وير، دي اللي هي المايجرينز دي البوس اوي دي اللايم يعني التريتمنت دوكسيسايكلين وانس الراش بيطلع من الدوكسيسايكلين، بس دي التارجت ليجن ازاي يعني؟ مش تبك مثلا احمر وجوها كده، في جزء اغمق غامق شويه، في جزء ابيض، في كمان جزء ابيض. مش الصوره الحلوه يعني التارجت ليجن بتبقى سهله يعني. هو 36 year old woman جايب fragile skin blistering milia and hyperpigmentation over her hand for recent summer holiday. كوتيت بورفيريا فوجيس بورفيريا ولا بامبو فولسكس دي بامبو فوليكس البونفليكس ده بيجي في البولم بتاعي، ما بيجيش في تبقى في الصوابع هي جايه ايه هايبر بيجمنتيشن بس في هايبر بيجمنتيشن في اكتر من حاجه تبقى اتشنج تبقى اتشنج دي في عندك بلاستين و هايبر بيجمنتيشن وميليا ثلاثه انا هي كوتيني يعني ايه ميليا مش عارفه والله ايه ميليا بس هو بيقول ان هو بيجوا ثلاثه مع بعض نشوف الإجابة هي بتهيألي كوتينيا طرد أنا مش معاكم تانية بتبقى سيفير اتشنج بتبقى سيفير اتشنج Which of the following is the most appropriate treatment? A 54-year-old man, severe widespread chronic plaque psoriasis and arthritis. The plaque psoriasis ده أو methotrexate صح؟ مثلا عالجه زي الروماتويد ارثريتس بدون سوراتيك ارثريتس اللي هو ميثوتريكسيت اوه لا وده لما ليه بقى هو كان واخد ايه؟ لا لا هو كلمة بلاك سرويسز ده لها تريتمنت لوحدها كده يعني يقول بلاك سرويسز يبقى اللي هو انتي تيومر نيكروس فاكتور ده اللي هو الأدينوماب ده لو قال لي بلاك سرويسز خلاص يبقى دي الأدينوماب بس هو بيقول لك هنا فيل تو ريسبونس دوز اوف اورال ميثوتريكسين احنا هنروح لللاين اللي بعده انا هحافظه ان السرويسز لو معاه جوينت الجزء الروماتويد تمشي ميستريكسيت فشل نمشي على ال انتي تيومر نيكروتيك فاكتور ده تمام نجري كانس نجري بيبقى معاه ايه سي اي كارسا كانسر كولون كانسر بما سي اي اي بالضبط جي اي طيب ده في نون بلانشينج ريش داون هيز ليك اند بوتوكس والابدومينال بين ده ممكن يبقى نكش لاين ده وكان عنده سور ثروت كان عنده سور ريسنتلي ستارتد انتيبيوتيك سور ثروت يعني يوم يومين كده اي جي اي بيقول ايه which of the following is not seen in this condition ماوث ألسر لا هو بيبقى فيه اي جي اي هيماتوريا كله بيبقى موجود جي الا الماوث ألسر تمام ماوث ألسر
صح. سكلوزي اي بليدنج برضو. Given the likely underlying cause of hair rash, which of the following is the definitive intervention? رش الانترفنشن للرش ده ماشي. 40 جايب في للجي اي عندها دايريا تمام. في عندي بلستر اكسريشن في الالبو والباك والني درماتيتس ريميتيفورم. يبقى دبسه. او دبسه اوه دايتيشن ريفيرال لو بروتين فري دايت من الاول. هي عندها درماتيتس. تمام. مكتوب الاورال دبسه، ليه ما اختارش الاورال دبسه؟ لا هو قصده يعني احنا نعمل جلوتين فري دايت ده الفيرست لاين. ممكن يعني تكتبها بطريقه ثانيه. هو هنا مش بيسألني على الهيرباتايتس بيسألني على السيريك صح؟ ده underlying السيريك definitive السيريك مش الـ مش الريش. انا هعالج السيريك هعالجه بال gluten free diet. مسألة رخم بصراحة. قصة underlying دي لازم ننتبه منها. What is the likely result from hair investigations? 72 year old woman, Gale GB, recent GI and barium enema. She mentions rash on her armpit. On examination, both her axilla have pigmented velvety thickened area. كالتيوس نيكريكانس. قطعت النوتس من غير ما الدكتور منين. Which of is the most appropriate treatment? Mother جال الجي بي 2-year-old son. Rash extremely itch خلاص. Scabies. Scabies ها؟ هي بتاعت الويب سبيسز. اخر حاجة طيب نديله ايه؟ مسكيبين توبيكال مالاثيون فور هول فور ذا هول فاميلي. المالاثيون كان في دواء تاني كان اسمه ايه؟ برمثرين تقريبا. برمثرين برمثرين على فكرة برمثرين احسن من ده صح. معلش ممكن حد يكمل؟ طيب ماشي شكرا يا دكتورة بارك الله فيك. لا طيب